كان الأهل يودعون ابنتهم المتوفى، وفجأة إنها الصدمة. كانت سام هامينغ شابة بريطانية 22 من العمر تقود سيارتها، وفجأة حصلت المأساة، حادث اصطدام. خرجت من الزجاج الأمامي وصدم رأسها بفاصل الطريق السريع، انقطعت أذنها قبل أن تدخل في غيبوبة. إنه الرعب المطلق لهذه الشابة الحائزة على شهادة في الحقوق. جلست عائلتها بالقرب من سريرها طوال 19 يوماً، بدت كأنها لا تنتهي. في العادة يمنح الشخص الذي يدخل في غيبوبة 3 فرص لكي يستيقظ قبل أن يفصل عن الآلات بشكل نهائي، وعادة يفصل الشخص عن الآلات لبضع ثوان لكي يرى الأطباء ما إذا كان سيلتقط أنفاسه قبل أن يوصل بها من جديد. في المحاولة الأولى لا شيء، في المحاولة الثانية لا شيء، وفي المحاولة الثالثة انقبضت أنفاس أفراد أسرتها. كانت الثواني تمر الواحدة تلو الأخرى، وكان التوتر في أوجه، ولكن ما من جدوى. انتهى الأمر. قرر الأطباء فصل الشابة عن الآلات، وكان الأهل يودعونها، وعندها فجأة تحرك إصبع قدمها. تشهد أمها التي لم تصدق عينيها قائلة: عادت من بين الأموات، هذا أمر لا يتخيله إنسان، لو لم تحرك إصبع قدمها لما كانت معنا اليوم. إنها حالة نادرة جدا، لدرجة أن جراحي الأعصاب أصيبوا بالدهشة عند رؤية ما حصل. لم تعد سام من الموت وحسب، بل استطاعت أن تعود إلى منزلها بعد 8 أيام، واليوم هي مندفعة جدا لكي تستعيد كامل صحتها، لأنها تريد أن تصبح محامية. سبحان الله، كيف أن الحياة والموت يتعلقان أحيانا بحركة من إصبع قدم. لحسن الحظ استطاعت عائلتها وأطباؤها من رؤية هذه الحركة.